بنتولد في عيلة وبناخد الحاجات اللي لقيناها في العيلة ديت. يعني مثلا أنا اتولدت في عيلة مسلمة، فاتعلمت إن أنا لازم أصلي 5 مرات في اليوم، اتعلمت إن أنا لازم أصوم رمضان، يوم الجمعة لازم نروح الجامع علشان نصلي. لو حد تاني اتولد في عيلة مسيحية بيتعلم إنه يعبد بطريقة تانية، عنده مفهوم تاني عن الله، بيصلي بطريقة تانية، بيروح يوم الحد الكنيسة، بيرنم. لو حد اتولد في عيلة بوذية عنده طريقة تالتة بيحاول إن هو يتعامل بيها مع الله. أنا من مصر والعيلة كانت بسيطة، ما كانش فيه أي نوع من أنواع التزمت، لكن كنا بطريقة عادية خالص بنصلي بنصوم بنروح الجامع، وده الشيء اللي أنا كنت متعود عليه، إن هي دي أمور الحياة العادية اللي أنا استلمتها، أو خليني أقول ورثتها من أهلي. كنا عاديين خالص، ودرست في كلية طب الأسنان في اسكندرية، وأول ما خلصت قررت إن أنا أسيب مصر وأجي أعيش في أوروبا. الحقيقة التساؤلات ما بدأتش وأنا في مصر، التساؤلات جت لما أنا جيت هنا أوروبا. يعني كان في وضع صعب شوية، لأن تخيلي حضرتك مثلا لو أنا خدتك من هنا وحطيتك في الصين، فتتفاجئ إن الناس كلها حوالي منك شكلهم غير شكلك، بيتكلموا لغة غير اللغة اللي أنت بتتكلميها، بعاداتهم وتقاليدهم والطريقة اللي بيعيشوا بيها غير اللي أنت تعودتي عليها. فده اللي حصل معايا، جيت أوروبا لقيت نفسي مختلف، ولقيت الناس كلها حوالي مني غيري، وابتديت أحس إن أنا لازم أأكد الهوية بتاعتي، أنا مين وأنا هنا ليه. ودول الحقيقة أهم سؤالين في الحياة أي إنسان لازم يسأل نفسه، السؤالين دولت، أنا مين وأنا هنا ليه. والسؤال الثالث على نفس القدر من الأهمية، مين هو الله وهو عايز مني إيه، وأقدر أتواصل معه ولا ما أقدرش، أقدر أعرفه ولا ما أقدرش. فأنا قلت أخذ الهوية بتاعتي من إن أنا مصري ومسلم، لأن أنا دلوقتي في أوروبا مسيحيين اللي حوالين مني، فأنا لازم أكون مشدد على الهوية بتاعتي من إن أنا مصري ومسلم. طب الإسلام اللي أنا أعرفه قليل جدا، اللي أنا كنت أعرفه كانت شوية آيات بصلي بيها وحاجات بسيطة قوي اللي تعلمتها من أهلي ومن المدرسة. فقررت إن أنا أبتدي أعرف الإسلام بتاعي هو إيه بالظبط. ليه؟ لأن أنا اتقابلت مع أشخاص مسيحيين، والحقيقة هم عرضوا علي المفهوم المسيحي عن مين هو الله، وأنا قلت لا، أنا عندي آخر إعلان سماوي، أنا عندي كلمة ربنا اللي جت في القرآن، وبالتالي أنا لازم أعرف الإسلام بتاعي كويس عشان أقدر أرد عليهم، عشان أقدر أثبت لهم إن هم غلطانين وأنا الصح. فأنا ابتديت رحلة دراسة من نفسي عشان أعرف إيه هو الإسلام. كان معايا القرآن فابتديت أقرأ القرآن، كان وقتها إن أحصل على معلومات صعبة قوي. النهاردة سهل جدا تخشي على الإنترنت جوجل أي صحيح. موضوع بتلاقي بسرعة حاجات كتيرة. من 40 سنة فاتت كان الموضوع صعب، كان لازم أشتري كتب، والكتب دي مش متوفرة في كل بلد ومش في كل مكان. وأطلع الكتب أقرأ وأخطط وأدرس وأكتب ملاحظاتي على الكلام ده وأكتب تعليقاتي على الكلام ده. فابتديت الحقيقة رحلة دراسة للإسلام عشان أبقى قوي في إيماني وأقدر أرد على المسيحيين اللي أنا اتقابلت معهم. وابتديت أن أنا أقعد مع أصحابي المسيحيين دولت وأحاول أوريهم الفكر الإسلامي اللي هو في نظري وقتها كان هو ده الصح، هو ده آخر إعلان من ربنا لينا. اتفاجئت انهم مختلفين قوي عن باقي الاوروبيين. يعني انا شفت في المجموعه الصغيره دولت اللي هم بيقولوا عن نفسهم احنا مؤمنين مسيحيين، شفت ان عندهم حاجه مش موجوده عند باقي الاوروبيين اللي انا بتعامل معهم مثلا في الكليه
في الجامعة، نعم، سواء كانوا مدرسين أساتذة أو طلبة بيدرسوا طب أسنان معايا، أو حتى الناس اللي بتقابل معهم بالليل في الشارع أو في الديسكوتيك أو في أي مكان. المؤمنين دولت غير دولت. أنا كان في فكري أن كل المسيحيين زي بعض، أوروبا كلها مسيحيين، ده كان في فكري أن أوروبا كلها زي بعض. اكتشفت أن دول عندهم حاجة ودول غيرهم خالص، فقلت إيه اللي عند الناس ديت، لازم أعرف. عشان كده بقيت مشدود أن أنا أروح لهم أكتر وأتعامل معهم أكتر، وحبوني بطريقة غير عادية، يعني أظهروا لي محبة غير عادية، استحملوني ودايما كانوا بيساعدوني، رتبوا لي أموري، محتاج ترجمة، محتاج حد يروح معك محل، محتاج ياخدوني عندهم البيوت يعزموني، ناكل مع بعض، نسهر مع بعض. وكتير طلبوا أن أروح معهم الكنيسة، وأنا قلت أوكي أروح وأشوف اللي بيحصل. ورحت الكنيسة حب استطلاع، وعايز أعرف إيه اللي عندهم، لأن زي ما قلت لك لقيت عندهم حاجة مختلفة عن بقية الناس. فإيه اللي عندهم ده أنا ما كنتش عارفه، مش قادر أحط إيدي عليه وقتها، كنت حاسس إن فيهم حاجة مختلفة. أنا النهاردة عارف إيه اللي عندهم، عندهم المسيح، عندهم روح الله عايش فيهم، لكن وقتها ما كنتش أعرف إيه اللي عندهم. كانت من العادة إنهم لما أروح معهم الاجتماع مثلا واحد منهم يقعد جنبي ويترجم لي الكلام اللي بيقوله الواعظ علشان أفهم، لأن أنا ما كنتش بتكلم اللغة بتاعت البلد، فكان بيقول لي الكلام بالإنجليزي اللي بيحصل فأنا أفهم اللي بيحصل. وبعد ما الاجتماع يخلص يقولوا لي تحب تيجي معنا البيت، هنعمل قهوة وشاي ونقعد نحكي، شباب صغيرين مع بعض ونتكلم. فأروح معهم وابتدي في البيوت بتاعتهم أقول لهم أنتوا غلطانين، الكتاب بيقول إن المسيح لم يصلب، القرآن بيقول المسيح ما تصلبش، أنتوا بتعبدوا ثلاث آلهة، وبعدين أنتوا الكتاب بتاعكم محرف. فأنا ابتديت أقول لهم الكلام اللي أنا خدته وعارفه، وهم ما كانوش الحقيقة معدين إنهم يجاوبوني على الأسئلة. فعملوا حاجة حلوة، اشتروا لي الكتاب المقدس وقالوا لي أنت مش بتقرأ وبتدرس في القرآن وفي الإسلام، طب ما تقرأ ده كمان وتشوف، شوف ربنا هيعمل معك ايه. ابتديت ان انا اقرا واقرا، روح هنا شويه وروح هنا شويه. من كتر الحقيقه ما قريت واتعمقت اكتر في القران وفي كتب التفسير وفي كتب سيره الرسول، ابتديت احس ان في امور كتير مش قادر اقبلها، او مش قادر بعقلي أقتنع أن ده ممكن يكون كلام ربنا. وابتديت أتشد أكتر ناحية الكتاب المقدس، لأني شفت المسيح وانبهرت بالمسيح، انبهرت بيه كشخص بيتكلم بيعلم، وحسيت أنه مش إنسان عادي، مش ممكن يكون مجرد إنسان عادي. حصل بعد كده ظروف أن أنا خلصت الدراسة و فلوسي خلصت، فاضطريت ان انا اروح اشتغل مطرح ما لقيت شغل. والمكان اللي انا كنت بشتغل فيه ده كان حوالي اكتر من 600 كيلومتر من مكان اصدقائي، فانفصلت دلوقتي عن المسيحيين، رحت بس بالكتاب المقدس للبلد الجديده، وكملت دراسه لوحدي وكملت بحث، لان انا عايز اعرف الحقيقه. يعني انا كنت صادق قدام ربنا، نعم، وقدام نفسي، وعايز أعرف مين الصح، مين هو الله، وإزاي أعبده، وهو عايز مني إيه. فكملت قراية، كملت دراسة، وكنت الحقيقة زعلان قوي لأن أنا بقرأ الكتاب المقدس بالعربي ومش فاهمه، يعني ده لغتي، لغة الأم، وبقرأ باللغة العربية بس الكتاب مقفول قدامي مش قادر أفهمه. تعبت قوي من كتر الدراسات والأبحاث والمقارنات، وكان عندي كتب كتير وعمال أكتب. ففي الآخر وقفت كده قدام ربنا قلت له شوف يا رب أنا مش عارف أوصل لك، لا بذكائي ولا بدراساتي ولا بالمقارنات اللي أنا بعملها ديت، عشان أنا صغير قوي، أنت كبير أنا صغير، الكبير يقدر يجي للصغير، الصغير ما يقدرش يطلع للكبير. فأرجوك أنت بأي طريقة مناسبة اوصل لي، انت شايف قلبي وشايف ان انا بدور. وهي دي النقطه اللي عملت فاصل في حياتي، الصلوه ديت
الكلام البسيط ده اللي أنا قلته له هو ده اللي غير حياتي. لأن اتفاجئت أن أنا بعد الكلمتين اللي أنا قلتهم دولت مرة واحدة ذهني اتفتح، مرة واحدة بقرأ الكتاب بفهم اللي أنا بقراه. حاجات كتير صعبة مثلا زي رسالة روميا والعبرانيين أمور كتير صعبة جدا، بس مرة واحدة لقيت نفسي بفهمها. وبعدين فوجئت أن أنا قلبي كمان بيتفتح، بحب المسيح أكتر. وبعدين أوقات كنت برجع أقول لا أنا أرجع للإسلام، أنا اتولدت في الإسلام وهو ده ديني ودين أبويا وأمي وأجدادي وخلاني وعماتي وكل الناس اللي حوالين مني. لسه في الوقت هذا كان في يعني مقارنة بين الاثنين؟ الحقيقة قلبي كان أوريدي راح في الناحية ديت، لكن كل شوية بخاف أن أنا أترك، لأن صعب قوي صعب قوي أن حد يكون اتولد في شيء معين ويقدر يخرج منه. كلمنا عن يوم اليوم اللي حصل فيه قرار. اللي حصل ان انا اوريدي كنت خلاص جاهز لان انا اقبل المسيح، لان ربنا حط قدام عيني ايه بتقول الى متى تعرجون بين الفرقتين. ما ينفعش تفضل تروح كده وتروح كده، ان كان هو الله فاعبدوه، ان كان هو البعل فخلاص روح ورا البعل. فانا قلت خلاص يبقى دي رساله من ربنا ليا، سيب وامسك ده. فمسكت ده وقلبي زي ما قلت لك اتفتح، وابتديت احب المسيح وعايز اخد قرار ان انا امشي ورا المسيح. بس انا كنت بعيد عن صحابي المؤمنين اللي هم في بلد بعيده قوي. وبعدين كان داخل علينا الكريسماس، وفي اعياد الكريسماس لو انت ما عندكيش عيله بتحسي بالوحده، لان هم دايما بيبقوا عائلات بس بيحتفلوا بالعيد. فانا من بعيد قوي اتصلت بصديقي في المدينة اللي تحت وقلت له إيه رأيك لو ممكن أجي أقضي العيد معاكو؟ قال لي أهلا وسهلا بيك، البيت مفتوح، تعال وأقضي الوقت كله معانا. فسافرت ونزلت عنده، وكان يوم أحد قلت له تعال نروح الكنيسة. هو ما قال ليش نروح، أنا اللي قلت له تعال نروح الكنيسة. وإحنا قاعدين في الاجتماع كان قاعد جنبي وكنت مستني أنه يترجم لي، لكن قاعد ساكت وما ترجمش. فأنا حاولت أن أنا أركز مع الواعظ اللي بيتكلم، وأنا ما كنتش لسه بفهم اللغة اللي أنا فيها ديت. اتفاجئت أن أنا فاهم الراجل بيقول إيه مع أني لا أفهم اللغة. فاهم هو بيقول إيه. وبعدين هو عنده دايما العادة أنه مع نهاية الاجتماع بيقول لو أنت عايز تدي حياتك للرب يسوع وعايز تقبله تعال للصفوف الأمامية هصلي معاك وكل الكنيسة تصلي معاك و بكده تبتدي مشوار جديد في حياتك. فأنا وأنا قاعد وهو قاعد جنبي كلمت ربنا في سري وقلت له يا رب أنا عايز أطلع، بس عايز أخد منك علامة، خلي يقول لي اطلع يا سامي، ربنا بيقول لك اطلع. لكن هو ما كلمش، فضل ساكت والاجتماع خلص. هو روح لمراته وأنا نزلت البلد تقابلت مع أصحابي التانيين، لكن أنا كنت مبيت الليلة ديت عنده في البيت مع مراته ومع ابنهم، كان عندهم ابن صغير مولود لسه. بالليل بعد ما تعشينا صاحبي ده قال لي سامي أنا مش هقدر أدخل أنام إلا لما أقول لك حاجة حصلت معايا في الاجتماع. قلت له إيه؟ قال لي وأنا قاعد في الاجتماع في الكنيسة الروح القدس روح ربنا قال لي قول لسامي اطلع عشان تصلي، وأنا خفت أقول لك، لكن أنا دلوقتي لازم أقول لك لأن ده اللي حصل. وأنا قلت له في الحال أنا كنت طالب من ربنا في اللحظة ديت إنك أنت تقول لي كده عشان أخدها منه تأكيد للي أنا بعمله ده صح. إيه اللي يمنع إن إحنا نصلي دلوقتي؟ قال لي مفيش مانع. فأنا ومراته وهو نزلنا على الصوفة أو الكوتش أو الكنبة وركعنا وصلينا. وحصل ان مراته ابتدت تبكي بكا غير عادي، فانا سكت يعني قلت السيدات يمكن بينفعلوا بالطريقه ديت. بعد يمكن 10-15 سنه قالت لي هي بكت ليه. كنتش اعرف الحكايه ديت، بس هي قالتها لي بعد 15 سنه تقريبا. قالت لي فاكر يا سامي الليله اللي صلينا فيها مع بعض؟ قلت لها طبعا فاكر.
قالت لي فاكر ان انا بكيت؟ قلت لها فاكر انك بكيتي. قالت لي تعرف انا بكيت ليه؟ قلت لها لا، انا قلت السيدات بالعواطف بينفعلوا وبيحبوا دايما، او يعني غير الرجاله بيتفاعلوا بطريقه تانية. قالت لي لا، انا هقول لك القصه انا بكيت ليه. لما انت رحت الكنيسه مع جوزي، انا خدت الولد ابني وطلعت في الشارع سايق بالعربيه وهو نايم، وانا ابكي واصوت لربنا واقول له ايه اللي انت بتعمله ده يا رب؟ جوزي عنده دعوه انه يروح اليابان كمبشر، وانا عمري ما سبت البلد اللي انا عايشه فيها ديت، وانا ما بتكلمش لغات، وانا مش عايز اروح، لكن انا مش عايز اكون غير مطيعه ليك. انت ارادتك ايه لحياتنا؟ عايزك توريني باي طريقه ايه هي ارادتك، اروح اليابان ولا ما اروحش اليابان. وقالت لي ساعتها، انا قلت لربنا بص انا هدي لك علامه وهصعبها عليك قوي يا رب، هصعبها عليك. لو المسلم ده قبلك وامن بيك هعرف ان انت بتقول لي ان انا لازم اروح اليابان. فانت يا سامي لما جيت بالليل وقبل بعد العشاء قلت ان انا عايز اقبل المسيح وصلينا مع بعض، انا سمعت صوت ربنا بيرد عليا وبيقول لي انت مش كنت عايزه علامه؟ هي العلامه. انا بديكي العلامه، انت روحي مع جوزك اليابان. وفعلا راحوا وقعدوا مده الخدمه بتاعتهم وبعد كده رجعوا تاني. في نهايه حلقتنا لليوم، شو بتحب دكتور سامي تقول للمشاهدين؟ شو اللي حابب تتركه مع المشاهد؟ الحقيقه خليني اعلق شويه على الجزء الاخير ده اللي هو ازاي هي خدت رد من ربنا. انا شعرت على طول في وقتها ان الرب بيقول لي انت مهم عندي وانا برد على اجابتك وطلبتك. لكن هي كمان مهمه عندي. مش انت مركز الكون، خلي بالك ليا اولاد تانيين، وزي ما انا بعتني بيك بعتني بالناس التانيه، انت واحد من ولادي. اللي انا بهتم بيهم. اللي انا عايز اقوله الحقيقه للمشاهدين والاخوات، لان انا ليا اخوات ما زالوا مسلمين لغايه النهارده. من فضلك اقرا وابحث وادرس الايمان اللي انت ورثته. كتير مننا بياخد الامور كده بسطحيه وبيخلي امور الحياه تمشي يوم ورا التاني، لكن مش بيقعد ويفكر هل اللي انا ماشي فيه ده صح؟ هل اللي انا ماشي فيه ده هيوصلني للمكان اللي انا أأمل ان انا اروحه؟ كل مسلم عايز يروح الجنه وخايف يروح النار، بس هل الطريق اللي انت ماشي فيه ده هو ده اللي هيوصلك؟ ارجوك اقرا، ارجوك راجع، ارجوك راجع كلامي، راجع اللي انا بقوله. فاخويا المسلم واختي المسلمه، انا بطلب انك تقرا، بطلب انك تبحث، ادرس، خد الموضوع بجديه، لان الموضوع ان اللي انت ماشي وراه النهارده له تاثير على الابديه بتاعتك. هتكون موجود فين بعد الموت؟ مفيش طريقه تانية، خلاص كل شيء انتهى. فارجوك وانت لسه حي وعايش، ارجوك دور وارجوك ابحث، وابحث زي ما انا عملت في الكتب الإسلامية قبل ما تروح لأي مكان تاني، لأن ربنا حينور عينك وحتشوف.